أعود مجددا مشاهدينا إلى واشنطن والزميل خالد مدخلي. أهلا بك خالد. لا شك أن هذه الزيارة خالد تحمل في طياتها الكثير من الأبعاد على المستوى الاقتصادي من خلال زيارة ولي العهد إلى 7 مدن رئيسية تمثل ثقل في الاقتصاد الأمريكي. كيف تقرأ خالد وكيف استطلعت الرأي هناك في الولايات المتحدة حول أهم الملفات الاقتصادية التي ربما يعمل عليها ولي العهد من خلال هذه الجولة على 7 مدن أمريكية؟ تفضل خالد. يمكن القول وليد بأنه هذه الزيارة تكتسب أهميتها من خلال كما ذكرت الجولة التي ينوي سمو ولي العهد القيام بها في 5 ولايات أو أكثر. يعني نتحدث عن واشنطن، نتحدث عن بوسطن، نتحدث عن نيويورك، نتحدث عن هيوستن، نتحدث عن سان فرانسيسكو، نتحدث عن سياتل ربما أيضا بالإضافة إلى ولاية أخرى. كل هذه الولايات لها أهميتها، ثقلها من الناحية الاقتصادية في أبعاد مختلفة، الجوانب التقنية، التكنولوجية، في 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 أيضا جوانب متعلقة بالطاقة وأسواق الطاقة وغيرها. بالتالي هناك الآن ربما مسار جديد للعلاقات الاقتصادية بين الرياض وواشنطن. التصريح الأخير لسمو ولي العهد حول أن الاستثمار بين البلدين سيصل إلى مرحلة متطورة، ربما يصل إلى 200 مليار دولار. الحاجة بين البلدين لبعضهما واضحة وأكيدة، حاجة الرياض لواشنطن وحاجة واشنطن أيضا للرياض في الكثير من الملفات. الملف الاقتصادي أحد أهم الأولويات في هذه الزيارة. المملكة العربية السعودية الآن تعيش مشروع جديد، مشروع رؤية 2030. هذا المشروع الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان، هذا المشروع أيضا الذي يعني من أهم بنوده هو توسيع استثمارات المملكة العربية السعودية في الكثير من البلدان وجلب أيضا الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة العربية السعودية في الكثير من القطاعات. نتحدث عن قطاع الصحة، عن قطاع التعليم، قطاعات البنى التحتية. هنا الكثير من الشركات الأمريكية مهتمة بهذه المجالات، بل هي رائدة أيضا فيها. تعلم بأن هذه الزيارة كان قد سبقتها أيضا زيارة إلى المملكة المتحدة، إلى بريطانيا. فهذه الزيارة لها أهميتها من ناحية الجوانب الاقتصادية التي لها الثقل والأولوية أيضا، بالإضافة طبعا إلى الملفات السياسية الأخرى وليد. فمن المتوقع أن يتم توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين عطفا على هذه الزيارة وما سيتمخض عنها أيضا من اتفاقيات ومذكرات تفاهم يتم توقيعها، بالإضافة أيضا إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مسبقا في زيارة الأمير محمد بن سلمان قبل ذلك عندما كان وليا لولي العهد، وكانت قد اكتسبت زخما كبيرا وثقلا أيضا كبيرا في المجتمعات الاقتصادية الأمريكية. الشركات أيضا كلها كانت تنظر إلى هذا التغير في الإصلاحي الاجتماعي أيضا الاقتصادي في المملكة. فبالتالي هناك أيضا حاجة من قبل واشنطن وكل الولايات المتحدة الأمريكية في أن تكون موجودة في مسار هذه الإصلاحات الاقتصادية وبالتالي توسيع استثماراتها في المملكة العربية السعودية. هذا جانب وليد. خالد، سمو ولي العهد دائما ما يؤكد على موضوع سماحة الإسلام ووسطيته، فهل سيكون هذا الملف المهم أحد أولويات سمو ولي العهد في من خلال لقاءاته الثقافية وتجولاته على الولايات للتأثير على الرأي العام الأمريكي تجاه هذه القضية المهمة؟ بالتأكيد وليد، يعني ما جاء في حديث سمو ولي العهد في لقائه الأخير في قناة بي سي الأمريكية وكذلك لقاء الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة في واشنطن يؤكد على هذا الجانب. ربما هناك نظرة كانت سائدة في المجتمع الأمريكي نحو المملكة العربية السعودية، هذه النظرة تغيرت خلال فترة من الزمن، لكن آن الأوان أن يتم النظر بشكل مختلف وجديد الآن المملكة العربية السعودية. بالتالي كما قلت بأنه إفراد صحيفة مثل نيويورك تايمز صفحة كاملة في تحقيق مطول يتحدث عن التغيرات الاجتماعية الحاصلة في المملكة، الجوانب الترفيهية وغيرها، كان لها دور كبير في هذا الجانب. تصحيح النظرة الغربية عموما الأمريكية تجاه الإسلام هذا أيضا أمر مهم، ستكون بالتأكيد من الملفات التي سيتم وضعها على الطاولة بالإضافة إلى ملفات أخرى. الملفات السياسية أهم جوانبها وليد هو الملف الإيراني، ملف التدخلات في المنطقة. ما يحصل الآن من تغيرات في الإدارة الأمريكية، خروج تيلرسون كوزير الخارجية ووجود أيضا آخر بديلا له الآن
يؤكد على أننا أمام تغير في 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 مسار هذه العلاقة، في مسار التعاطي مع ملف إيران. ربما الأيام القادمة ستحمل الكثير من الدلائل حول هذا الأمر. وليد، سؤالي الأخير لك خالد، كنت سأسألك في الجانب الإيراني لأهمية هذا الملف بالنسبة للمملكة العربية السعودية وتدخلات إيران الدائمة في القضايا العربية. الرئيس ترامب وصف الاتفاق النووي بأنه عار على السياسة الأمريكية. كيف ستؤثر زيارة ولي العهد من خلال الملف على الملف الإيراني، خاصة إذا ما علمنا توجهات ترامب تجاه إيران وكل ما تفعله في منطقة الشرق الأوسط ووضوح دعمها المباشر للجماعات الإرهابية ليس على منطقة الإقليمية في الشرق الأوسط ولكن حتى على مستوى العالم؟ تفضل خالد. تصريحات ترامب وليد وتصريحات العديد من المسؤولين الأمريكيين كانت قد سبقت خروج أو إعفاء تيلرسون من منصب وزير الخارجية الأمريكي. في السابق كان وجود وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون ربما لدى الكثير من المهتمين الباحثين والمحللين هو استمرار لمسار السياسة الخارجية الأمريكية في التعاطي مع الملف الإيراني كما كان في عهد إدارة الرئيس أوباما. احتواء الملف الإيراني، احتواء إيران، أعتقد أنه انتهى، وهذا كما يقول كثير من المحللين السياسيين أن القواعد اللعبة السياسية اليوم تغيرت. هناك نهج جديد في تعاطي الإدارة الأمريكية مع الملف الإيراني مع تدخلات إيران في المنطقة. كانت قد نشرت بعض الصحف الأمريكية 5 مطالبات من الرئيس ترامب إلى إيران، إلى الحكومة الإيرانية، بأن يتم تصحيح العديد من النقاط فيما يتعلق بتدخلات إيران في المنطقة، فيما يتعلق ببعض بنود البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوقيع عليه. كانت هناك أيضا مهلة أعطيت 120 يوما كما قلت للدول الأوروبية لإعادة النظر في مسألة الصواريخ البالستية الإيرانية. الرئيس ترامب كان قد تحدث أيضا عن اجتماع قادم للدول 5+1 وقال بأنه لا يهمه هذا الاجتماع، ما يهمه ما يحدث على أرض الواقع اليوم. فبالتالي يمكن القول بأن هناك تغير كما قلت في تعاطي السياسة الأمريكية مع الملف الإيراني. هناك اتفاق بين البلدين بالتأكيد، بين الرياض وواشنطن، في النظر إلى 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 ما تفعله إيران في المنطقة من تخريب، من زيادة في وتيرة العنف، من أيضا الجماعات المتطرفة والإرهابية في الكثير من المناطق. الكثير من الباحثين يؤكدون على أن هناك تعاطي جديد مقبل في الملف الإيراني. شكرا جزيلا لك زميلي خالد مدخلي موفد الإخبارية، كنت معنا من واشنطن. سنكون بالتأكيد معكم أولا بأول خلال كل أيام هذه الزيارة التاريخية لولي العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا خالد.